نحن هلا ساحة الشهداء وعم بينعطى صف مع معلمة وتلاميذها. أجان المعلمة حكتهم لحتى تجيبهم بإرادتهم هن اختاروا يجوا ياخدوا ساعة درس للتقديم هالسنة. مش مجبورين يكونوا هون وهي مش مجبورة تكون هون، بس هيدي عبرة للكل انه بساحة الشهداء وبالثورة رح نتعلم وعم نتعلم ورح نضلنا عم نتعلم. هيدا اجمل شيء صاير هلا. يلي عم بينعي انه في رقص وطقحنك، في هيدا الشيء كمان.